ندد الاتحاد المغربي لكرة القدم بما جاء في الحوار الذي أجراه اللاعب المغربي محسن متولي مع صحيفة الوطن القطرية، حيث شكك في مصداقية المدرب الوطني المغربي واختياراته. أضاف الاتحاد المغربي على موقعه أن ما ورد في الحوار عار من الصحة، وجدد ثقته في المدرب إيرفي رونار ودعمه للعمل الذي يقوم به رفقة الطاقم الفني المعاون. كما دعا الاتحاد إلى الالتفاف حول المنتخب المغربي ومساندته في هذه المرحلة الهامة قبل المشاركة في مونديال روسيا. هذا وأعلن المغرب رسميا تقديم ملف ترشحه لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 للاتحاد الدولي لكرة القدم. أنبأ وأوراده الموقع الرسمي لملف المغرب 2026 على تويتر نقلا عن رئيس اللجنة المنظمة العليا حافظ العلم وزير الصناعة دون أن يذكر التفاصيل عن ملف الترشح، باستثناء أن الدورة ستكون ناجحة وصديقة للبيئة وستترك إرثا للمغرب والقارة السمراء.